انا هاخد خبر واحد بس يخص الدوري السعودي او يخص تحديدا بطل الدوري السعودي الموسم ده، وهو طبعا نادي اتحاد جده بطل الدوري السعودي اللي بيضم طبعا اثنين من نجومنا المصريين، احمد حجازي كابتن منتخب مصر وطارق حامد اللي قدموا موسم الحقيقه استثنائي ورائع. والحقيقه يمكن هو حجازي تم اختياره ضمن التشكيله المثاليه للدوري السعودي كله الموسم الحالي، واحد من المع نجوم الدوري وكابتن فريق الاتحاد. ويمكن في خبر النهارده بمجرد ما تم الاعلان عن صفقه كريم بنزيما، قال لك اول اثنين هيدفعوا ثمن انتقال بنزيما من ريال مدريد للاتحاد هو احمد حجازي وعبد الرزاق حمد الله، طبعا نجم الاتحاد واللاعب المحترف في صفوفه. وبالمناسبه عبد الرزاق حمد الله يعني هداف كبير جدا، وهو هداف الدوري السعودي في نسخته الاخيره، لكن قال لك انه حجازي واحد هيدفع ثمن انتقال كريم بنزيما عشان اشاره الكابتن هتتنقل من حجازي لكابتن منتخب فرنسا كريم بنزيما. طب عبد الرزاق ايه قصته؟ قال لك عبد الرزاق هيتنازل عن التيشيرت بتاعه او عن رقم 9 يعني اللي هو بيحمله كراس حربه الفريق او هداف الفريق لبرده كريم بنزيما. وفي اخبار بتقول انه عبد الرزاق حمد الله ممكن يكون على اعتاب الرحيل من فريق اتحاد جده. على كل الاحوال ننتظر الدوري السعودي في ثوبه الجديد زي ما بيقولوا، معانا واحد من نجومه ومن اساطير اتحاد جده ونجم المنتخب السعودي السابق وهداف العرب كابتن محمد سويد، طبعا ضفنا في السادسة. خلينا نستقبل مكالمته. وكابتن محمد مساء الخير واهلا بيك معانا على شاشة الاهلي. اهلا وسهلا استاذ احمد سمير، وتحياتي لك، ولي شرف اظهر معك عبر المباشر في اذاعه السادسة يعني عبر قناة الاهلي. يا ريت طبعا، يعني طبعا كنا نتمنى يكون فيديو كونفرنس، بس خليني اقول لحضرتك مبروك اولا على التتويج ببطولة دوري صعب، منافسة قوية جدا في وجود عمالقة الكرة السعودية زي النصر والهلال، لكن الحقيقة عن جدارة واستحقاق توج الاتحاد بالدوري في الموسم الماضي. الله يبارك فيك استاذ احمد، وانا اهنيك واهني جمهور نادي الاتحاد العريض خارج وداخل المملكة العربية السعودية، واهني كذلك رئيس نادي الاتحاد الاستاذ عمار الحايدي، نائب الرئيس الاستاذ احمد كاكي. والحقيقة الاتحاد يملك فريق قوي جدا في هذا الموسم، لانك مثل ما تعرف اداره المار الحايلي مرشح 4 سنوات، عملت في السنه الاولى وكان الترتيب بالفريق يعني متاخر 11 تقريبا. السنه اللي بعدها وصلت الى المركز الثالث، السنه اللي العام الماضي 2021 وصلت الى المركز الثاني وكانت يعني مؤهله انها تحصل على الدوري بكل جداره، ولكن تعثر الفريق في اللحظات الاخيره وكان بسبب اخطاء بسيطه جدا من بعض اللاعبين. ولكن السنة هذه الحقيقة الاتحاد بدأ بداية قوية مع اختيار مدرب عملاق مثل نونو سانتو، وبدأ يتلمس خطوات الدوري من أول مباراة في الدوري إلى حتى تقابل مع النصر هنا في جدة استاذ الجوهر، وفاز على النصر وخطف الصدارة. من خطف الصدارة إلى نهاية الدوري الاتحاد حقيقة تمكن من الصدارة، وتمكن أنه يفرض شخصيته على كل الفرق بدون استثناء، لذلك هو حصل على صحيح الدوري طيب. بكل جدارة، وكذلك حصل على السوبر قبلها، لذلك حصل الاتحاد على اغلى بطولتين يعني موسم صحيح. بعد كاس الملك صحيح، ايوه اللي هي السوبر وكذلك الدوري. الدوري والمدرب نونو سانتو حقيقه عمل نقله نوعيه في في الفريق صحيح. وبناء على سؤالك لما ذكرت الكابتن احمد حجازي، ترى اول نقطه حقيقه في العمود الفقري اللي كان يحتاجه نادي الاتحاد هو استقطاب الكابتن احمد حجازي، لأن الاتحاد كان محتاج إلى قائد. وبالفعل يعني في السنة الأولى والثانية حقيقة ما كان، عفوا في السنة الأولى اللي وصل فيها الاتحاد ما كان الكابتن. وأنا طالبت أنه يكون الكابتن أحمد حجازي بالذات، لأنه خبرة العريضة في الدوري الإنجليزي وفي الدوري الإيطالي مع منتخب مصر، مع الأندية اللي لعب فيها الإسماعيلي أو الأهلي، أعطت هذا الوهج وهذا الخبرة اللي تمكن منها بقيادة نادي الاتحاد في أصعب يعني منافسات طيب الكرة السعودية. أنا عايز أقف شوية مع تجربة طارق حامد وأحمد حجازي وتأثيرهم مع واحد من أقوى الأندية الآسيوية، مش هقول بس السعودية، تأثيرهم وحجم إضافتهم مع نادي الاتحاد. هل بتشوف ده يشجع الأندية السعودية على التعاقد أكتر مع اللاعب المصري في المواسم المقبلة؟ والله بدون شك طبعا نادي الاتحاد له علاقة وحيدة مع الكرة المصرية، وبالتحديد يعني دربني انا في نادي الاتحاد الكابتن طه بصري المرحوم الراحل، الله يرحمه، وايضا الاستاذ انور سلامه طبعا كابتن، وايضا لاعب في نادي الاتحاد اسلام شاطر وحسني عبد ربه وكذلك محمود كهربا. نعم نعم،
ايضا عماد متعب، كل هؤلاء اللاعبين المصريين لعبوا في النادي اتحاد جده وقدموا الشيء الكثير، لان الكره المصريه معروفه انها كره يعني لها قيمتها في 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 في, في افريقيا، وبالتحديد النادي الاهلي نادي عريق ونادي قوي ونادي عنده بطولات وعنده اسم كبير يعني في عالم كره القدم. لذلك الاتحاد ارتبط باللاعبين المصريين، لكن هذا العام وهذا الموسم دون استثناء استقطاب احمد حجازي للاتحاد اعطى الاتحاد قوه خارقه، لانه تعمل عمود فقري، عندك روهي، احمد حجازي على فكره وصى على طارق حامد، والاداره استقطبت طارق حامد بناء على هذه التوصيه. ايوه، لان الاتحاد كان وقت ضيق ما كان عنده تسجيل لانه عوقب، فكان الاختيار انه يختار لاعب يملى هذه الخانه ويكون معروف عشان ما يواجه متاعب. ايضا برونو هيريكي وروما وحمد الله. طيب خليني اصبح العمود الفقري كامل انك تبني عليه. خليني اكلمك عن جديد الاتحاد بقى كابتن سويد. يعني طبعا كريم بنزيما صفقه من العيار الثقيل، صفقه يمكن العالم كله مهتم بيها، صفقه خلينا نقول يعني اهم دوافعها او اسبابها من وجهه نظرك كواحد من رموز الاتحاد، هل بتشوفها صفقة فنية؟ يعني هل بتشوف انه مثلا تجربة كريستيانو رونالدو هل اضاف للنصر؟ هل شفنا كريستيانو رونالدو اللي كنا بنشوفه مع اليوفي ومع الريال ومع المان يونايتد، هل تتوقع انه بنزيما يقدر يعمل اضافة فنية؟ لا، ولا القصة قصة تسويقية وقصة مرتبطة بفكرة جذب الاضواء وتسويق براند الدوري السعودي؟ خليني احدثك عن رؤيه سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان. هو طبعا من ضمن الرؤيه اللي عملها 2030 اللي هو القطاع المهم للقطاع الرياضي. وكان القطاع الرياضي ماشي في المسار الصحيح بعد يعني تنصب الوزير اللي هو سمو الامير عبد العزيز بن تركي لوزاره الرياضه والشباب، وايضا التعاون بين اتحاد كره القدم والوزاره، وكذلك التوصيات اللي تاتيهم من خلال سمو الامير محمد بن سلمان. فكانت الخطوه هو التاهل الى كاس العالم، المنتخب السعودي تاهل الى كاس العالم صحيح، وبعدين في اول مباراه للمنتخب السعودي لعب المنتخب السعودي مع الارجنتين، المباراه الافتتاحيه للمنتخب السعودي. ايوه صحيح، المنتخب السعودي تفوق على نفسه وتفوق على منتخب الارجنتين وكسب المباراه 2-1. مظبوط، اصبح صدى المنتخب السعودي وسمعته في كل دول العالم، لانك انت تعرف انك تهزم البطل ومعهم افضل لاعب في العالم اللي هو ميسي، وتشوف هذا الخبر. وينو ميسي؟ وينو ميسي؟ صحيح، وينو ميسي؟ كان في سؤال انه وين ميسي؟ لذلك اصبح هذا السؤال هاجس لسمو ولي العهد انه يطور من الكره السعوديه بشكل واسع. فكان عندنا خيارين، الخيار الاول اللي هو استقطاب نجوم العالم، نجوم العالم اللي هم عندهم اسماء كبيره في دوريات اوروبيه، وتعود الاضواء الى 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 المملكه العربيه السعوديه كخطوه استباقيه للخصخصه. فوجود توقيع النصر مع كريستيانو ورونالدو كان طبعا شيء مبهر للعالم، يعني حتى احنا كسعوديين ما صدقنا الخبر الا لما شفناه موجود ووصل الى الرياض. وبعدين بدا الناس تتساءل، يعني هذا الخبر رونالدو يلعب في السعوديه، رونالدو كابتن سويد. طيب الخط للاسف المكالمه، هنحاول نتواصل معاه مره ثانيه، وخليني يعني اخد من كلامه الحقيقه ليه اكتر من تعليق وهساله في ده طبعا، لانه خدوا بال حضراتكم في الوقت اللي احنا بنتكلم على كل الاسماء دي بنسمع عن خبر انه صندوق الاستثمار السعودي اللي بيملك حاليا نادي نيوكاسل، واحنا شفنا صحيح ما ظهرش نيوكاسل حتى بشكل نيوكاسل لما كان واحد من اكبر انديه اوروبا، لكنه قدم موسم مميز جدا واستثنائي جدا وحقق ريكورد الحقيقه بانه يكون ضمن الاربعه الكبار في الدوري الانجليزي، والكل الحقيقه اشاد بتجربته لانه ما اعتمدش فيها على فكره. لما يعني تروح لبي اس جي مثلا الفلسفه كانت مختلفه، الفلسفه في بي اس جي كانت انه احنا معانا فلوس كتير. طيب خلينا نكمل كلامنا مع كابتن محمد سويد، رجع لنا مره ثانيه. اهلا بيك كابتن سويد. اهلا استاذ احمد. اهلا طيب. انا كنت بسمع، ليش بتكلم في نفس السياق ده، في نقطه انه بنسمع انه صندوق الاستثمار السعودي اللي بيملك طبعا نادي نيوكاسل دخل فيه انديه كبيره في الكره السعوديه زي الهلال زي النصر زي الاتحاد زي الاهلي،
عايز اعرف كمان منك تاثير ده على ما هو قادم، لانه انا عارف انه القصه مش قصه رونالدو وبنزيما بس، القائمه تطول واسماء كتيره جدا بنسمع انها مرشحه للعب في الدوري السعودي. صحيح استاذ احمد، شوف الخطوه الاولى كانت استقطاب كريستيانو لنادي النصر. الخطوه الثانيه اللي دخل فيها نادي الاتحاد وهو استقطاب كريم بنزيما كافضل لاعب في افريقيا في اوروبا للكره الذهبيه في 2023. ايوه الان اصبح الاتحاد يملك افضل لاعب في العالم وله مواصفات، يعني هو هداف ريال مدريد الثاني، ايضا له القاب يعني اكثر من 25 لقب مع ريال مدريد، له سمعه كرويه في فرنسا في اوروبا كلها. وفجاه البارح يعني كان خبر يعني مفرح وصار كل الاتحاديين والكره السعوديه بشكل عام انه ثاني لاعب استهدفته المملكه العربيه السعوديه او بالاصح صندوق الاستثمار انه يستقطب لاعب مثل بنزيما وقبله كريستيانو رونالدو. الان في اسماء معروضه ان شاء الله في الطريق انها تحضر الى المملكه العربيه السعوديه. طب تسمح لي يا كابتن محمد اسالك، لانه ده سؤال عند الجمهور في الشارع، يعني في ناس كتير بتقول انه الارقام مبالغ فيها جدا، وانه السعوديه بترفع سقف التعاقدات والرواتب مع لعيبه تعتبر في النهايه مهما كانت قيمتها ومهما كان حجمها وتاريخها في نهايه مشوارها، بالتالي اليس من الاولى او من الاجدى انه كان يكون التفكير في انه شراء لاعبين صغار السن؟ يعني النهارده بنشوف ريال مثلا بيخلص لاعب زي جود بلينغهام قدامه سنين طويله في الملاعب، عنده القدره على انه يكون فعال ومؤثر جدا، وبنتكلم عن تعاقد نادي بحجم ريال مدريد معاه بمبلغ لا يتجاوز ال 100 مليون. هل ما كانش في تفكير انه بدل المبالغ الطائله دي ما تروح على البراند او على اسم اللاعب، تروح على الكواليتي؟ والله انا اسمح لي بس اكمل لك النقطه الجزئيه الاولى اتفضل اللي هو انه وزاره الرياضه امس اعلنت استحواذ صندوق الاستثمارات العامه ايوه على 4 انديه من انديه السعوديه الروشن المحترفين ايوه اللي هي الاتحاد والهلال والنصر والاهلي استحواذ كامل. لذلك احنا دخلنا في مرحله ثانيه، مرحله الخصخصه. الانديه الان تدار من قبل صندوق الاستثمارات العامه. طبعا ايش اهداف صندوق الاستثمارات العامه؟ استقطاب النجوم من اجل بناء استراتيجيه طويله الامد. يعني مو والله فتره اني انا اتعاقد مع لاعب يعني بهذا الرقم مثل ما ذكرت انت، لكن انا لي هدف انه سنتين يعني استخلص الشيء اللي انا محتاجه وبعدين انتقل الى الخطوه الثانيه. ولكن بكل تاكيد الارقام هذه مبالغ فيها، يعني ارقام قد تكون خياليه. يعني احنا نسمع ارقام ولكن بالتحديد ما هي الارقام اللي المفروض ان احنا يعني نتوخاها او يعني نحصل على الارقام بالضبط. ولكن اعتقد انه المخطط اللي مرسوم للكره السعوديه ماشي في المسار الصحيح، واحنا في خطوات لمسناها على ارض الواقع. بعد بنزيما هل في صفقات ثانيه يا كابتن سويد؟ يعني هل هيكتفي الاتحاد ببنزيما ولا هنرى اسماء؟ لا الاتحاد عنده اسم او اسمين من ضمنهم اللاعب الفرنسي اعتقد انه كانتي. نتكلم نقوله كانتي. الاخبار اللي عندنا بتقول انه اجتاز بالفعل الاختبار الطبي. نعم فاحنا نرحب فيه والله في نادي الاتحاد ونبغى نشوف الاتحاد في المرحله القادمه فين راح يوصل ان شاء الله، وكذلك ايضا الخطه اللي مرسومه من قبل وزاره الرياضه برئاسه إدارة سمو الأمير عبد العزيز بن تركي، وأيضا اتحاد كرة القدم برئاسة الأستاذ ياسر المسهل، كلهم حقيقة يمشون في نفس المسار، ونحن نطمح إلى رياضة أفضل، وحتى من الناحية التقنية داخل الملعب، احنا مقبلين على عصر آخر فيه الكثير من التحديات. نقوله كانتي تقريبا بيلعب في نفس مركز طارق حامد، هل ده معناه أن طارق حامد مستمر مع اتحاد جدة ولا قد يكون في خيار اخر؟ يعني والله قد يكون الخيار للمدرب الاول، ولكن اعتقد انه يعني قصه عند نونو سانتو. اي ولكن اعتقد انه وجود كانتي خلاص يعني طارق حامد يعني كثر خيره وعطى اللي عنده اكثر من توقع حقيقه. يعني يشكر عن السنه اللي قضاها مع الاتحاد، سنه استثنائيه مثل ما ذكرت. وحتى شدني انا في كلامك وفي بدايه حديث تكلمت على حمد الله وحجاز انهم ممكن يقدموا تنازلات. ولكن انا من وجهه نظري يعني انا ارشح ان حجازي يفضل كابتن، يعني حتى لو كان كريم بنزيما في الملعب، ولكن في اولويات يعني التدرج يكون بالافضل، يعني بالاشياء الموجوده على ارض الواقع.
هي قصة الكابتنة كابتن سويد، انت تعرف اكتر مني، ما هياش بريستيج وما هياش وجاهة اجتماعية بقد ما هو دور نعم وقدرات صحيح وشخصية موجودة عند اللاعب مفترض يقود بيها الفريق، وبالتالي اذا كانت نعم المواصفات دي صحيح في احمد حجازي او شفتوها او شفتوا ان الدور نعم ده نعم هي يصلح ملموسة لاحمد لأحمد حجازي. الحجازي على طول، يعني كريم يبغى له وقت قلبان ما يفهم ما اي يبغى عليه، يبغى له وقت ده لو عرف يعني يتواصل بنعتقد اساسا. السنة القادمة ممكن. ايوه ايوه بخصوص حمد الله انت ذكرت برضه حمد الله ممكن انه حتى هو يعني هذا التعاقد ممكن يأثر عليه، بقى انا اقول انه حمد الله هداف من الطراز الرفيع، لاعب عنده عنفوان في كرة القدم وسجل هذا الموسم 21 في الدوري، اصبح هداف الدوري مع انه في كريستيانو وفيه تاليسكا، في نجوم كبيره في الدوري السعودي، صحيح. ولكن هو تغلب على كل الظروف حتى انه يعني تم ايقافه بدايه الدوري، لكن هو لاعب هداف ولاعب حقيقه مهم في تشكيله الفريق في تشكيله الاتحاد، وحتى هو افضل لاعب في السوبر ايوه وافضل وافضل هداف في السوبر، صحيح. كل هذه الجوائز اللي حصل عليها في نادي الاتحاد وكلاعب فريد يعني ده ما تحتاج تقدير الجوائز. انا من اكثر المعجبين بيه الحقيقه، هداف يعني من طراز رفيع، يعني يمكن معهوش الباسبور الاوروبي وما لعبش في الدوريات الاوروبيه، لكن بشوف حمد الله الحقيقه واحد من افضل المهاجمين الموجودين في الدوري السعودي ويمكن في الكره الاسيويه كلها. خليني اسالك، نعم ايه أنا أؤيد كلامك أستاذ. المكاسب اللي ممكن تكونوا بانيين عليها من توقيع نجم بحجم كريم بنزيما ومن ياتي بعده، سواء نقوله كانتي، انا سامع بقى سيرجيو راموس وسامع ديفيد دخيا وسامع سيرجيو بوسكيتس وسامع دي ماريا وسامع ليفاندوفسكي، حتى اسم ليفاندوفسكي طرح انه يعني، وطبعا من قبلهم كلهم ليو ميسي. وخلينا اسمع الجديد عندك فيما يتعلق بميسي، لانه في النهارده كلام بيقول انه ميسي مش هيلعب في السعوديه وانه قريب قوي من انتقال الدوري الامريكي، لو عندك جديد طبعا. نعم طيب بخصوص المكاسب اللي ممكن يتحصل عليها الدوري السعودي او الخطه الموضوعه لمسار الدوري السعودي دوري المحترفين، انه الان هم يبنون استراتيجيه في استقطاب النجوم الكبار اللي تعطي كره القدم اللي تلعب الكره القدم الصحيحه. تمام. الهدف ليس خلال السنه او السنتين، يعني هذا الهدف انا لمست هذا الهدف في فتره ال 78 بعد كاس العالم، لما نستقطب السعوديه ريفيلينيو وبيكير وعظماء كره القدم بعد كاس العالم، طارق ذياب من تونس، يعني كل اللاعبين اللي ظهروا في جيل الكره السعوديه ظهروا وبانوا بعد هذا الجيل، لانه انا انا احتاج اشوف نموذج قدامي أيوة. عشان اوصل لهذا اللاعب، فلازم اشوفه قدامي ويتدرب كيف يكون طريقته في اللعب كيف اسلوبه، هذه الاشياء مفقوده، احنا كانوا عندنا لاعبين سعوديين ولكن محدودين يعني جدا، فالدوري ما له نكهه، الان النكهه بتكون اضعاف مضاعفه، الجوده في الملعب بتكون اضعاف مضاعفه. ايضا طريقه بناء الجيل القادم. يعني انت تبحث عن بناء لاعبين نفس المواصفات، فلازم يكون عندك نموذج. أيوة. يعني انا لما اشوف حجازي لازم يكون عندي لاعب مثل حجازي في الاشبال وفي الشباب. يعني انا لمست هذه حقيقه من ارض الواقع. فبالتالي هذه الامور كلها تساعد في مستقبل الكره السعوديه. يعني البناء ليس في فترة بسيطة، ولكن الهدف استراتيجي طويل الأمد للوصول إلى الرؤية 2030 في مجال الرياضة بالتحديد كرة القدم. أيوة، فوجود اللاعبين بهذه الجودة وبهذه الأسماء حتى المتابعة، يعني إحنا شفنا رونالدو لما بدأ يلعب في الدوري السعودي، قنوات ناس يجون من خارج المملكة يحضرون المباريات، يعني القنوات الأوروبية كلها تنقل الأحداث تنقل الدوري السعودي، فما بالك يكون عندك كريم وكانتي طبعا طبعا ما فيش شك، ما فيش يعني شك، ما حدش يقدر يختلف كابتن سويد انها بالتاكيد اضافه كبيره جدا للكره السعوديه بشكل عام وللبطوله كمان وللدوري السعودي. النهارده احنا بنتكلم على يعني انه في مشجعين من انحاء مختلفه في العالم بكل بقى القاعده الشعبيه والجماهيريه اللي بيتمتع بيها نجوم زي رونالدو، زي بنزيما، زي واتس، يعني هوفر بقى هيجيبوه في الفترات القادمه، مشجعينهم هيكونوا حريصين على ان هم يتابعوا الدوري السعودي، فبالتاكيد ده في حد ذاته مكسب وانتشار. ولكن خليني برضو اطرح عليك برضو وجهات نظر يمكن تكون ليها يعني مختلفه شويه. في ناس بتقول انه السعوديه بتحاول انها تستنسخ تجارب حصلت قبل كده، زي مثلا الصين، زي اليابان، زي الولايات المتحده الامريكيه، فكره التعاقد مع كبار الاسماء، وانت عارف مثلا نجوم زي
تيري اونري زي ديفيد باكام اللي راحوا لعبوا في امريكا، انيستا راح لعب في اليابان وغيرهم من النجوم يعني، ولكن التجربه ما كانش ليها المردود او ما نجحتش بالشكل اللي كان متوقع ليها او ما عملتش النقله المتوقعه منها بالشكل الكافي. ايه اللي ممكن يكون مختلف في التجربه السعوديه كابتن سعيد؟ هذا سؤال جدا ممتاز، لانه تجربة الدول اللي سبقتنا في هذا المجال تجربة وقتية، يعني ما هي مرسومة، ايوه ولكن تجربة المملكة العربية السعودية تجربة مرسومة مسبقا للوصول إلى أهداف الخصخصة، ايوه ومن ضمنها إدارة صندوق الاستثمارات العامة لهذا الملف بالتحديد. أنت مثل ما ذكرت أنه صندوق الاستثمارات العامة مستحوذ على نادي نيوكاسل، مظبوط شفنا كيف تأهل لدور صحيح الأبطال في هذا العام، صحيح يعني خلال سنتين أصبح من أندية أوروبا حقيقي. شارك في الأبطال. والمميز في تجربته، اسمح لي يعني اضيف على كلامك، المميز في تجربته انه اعتمد فيها على استراتيجيه مبنيه على الكواليتي وعلى العين الخبيره اللي تقدر تختار عناصر تبني بيها فريق كبير، على عكس من تجارب تانية شفناها رغم توافر راس المال ورغم اتجاههم لشراء اكبر الاسماء والنجوم، لكن على المستوى الفني ما كانتش تجارب ناجحه او ما كانش ليها مردود. فتجربه نيوكاسل حقيقة أستاذ انا أحمد، بعتبرها حقيقة الحقيقه تجربه مميزه جدا يعني. أنا وافقك الرأي، فلذلك مباشرة بعد استقطاب النجوم يعني تم التوجيه إلى صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على الأندية اللي ذكرت الأربعة، اللي هي الاتحاد والهلال والنصر والأهلي، ومن ثم بناء استراتيجية جديدة ليست محمودة في كرة القدم. يعني كانت في السابق الأندية تدار حقيقه يعني من خلال اعضاء الشرف ومن خلال رؤساء الانديه بس بدون تخطيط، يعني بيكون في هدر للمال، بيكون في هدر، لكن ما في تطوير. احنا الان قادمين على مرحله احنا نبني الرياضه بالاصح رياضه احترافيه برؤيه سمو السيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان، من اجل الوصول الى اهداف يعني سمو الامير راسمها ومخطط لها، يعني ما هي عبث. لذلك وجود هؤلاء اللاعبين قد يسبقها او قد يتبعها خطوات اخرى في البنيه التحتيه، طيب بناء الملاعب، تشييد. طيب خليني عشان انا عندي اكتر من محور برضو كابتن سويد عايز اتكلم معاك فيهم. السؤال واضح ومباشر، هل الدوله السعوديه بتقوم بدعم الانديه السعوديه في تجربتها مع اللاعبين المحترفين لتحقيق اهداف على مستوى الرياضه في الدوله بعيدا عن اهداف الانديه بذاتها بقى؟ هل الدولة السعودية بتدعم الأندية في الناحية دي تحديدا أو بتدعم التوجه ده مع الأندية في الناحية دي تحديدا ولا لا؟ والله مش الدولة، هو طبعا سمو الأمير محمد بن سلمان رسم خطة 2030 الرؤية، ومن ضمنها تطوير الرياضي في عدة مجالات، المجال اللي هو ممارسة الرياضة والمجال الآخر اللي هي المنافسة الاحترافية. أيوه يعني الممارسة وأيضا التنافس. فأنت كيف تصل للتنافس من غير مال؟ واحنا نعرف انه المال يعني هو اللي يسير الرياضه في كل انحاء العالم، واللي خلانا في الدول العربيه احنا نكون متاخرين شويه انه النقص، يعني الانديه ما بتسير نفسها بالشكل الصحيح، ففي نقص في المردود المالي، في الاستثمارات، في التعاقدات، في الرعايات، في اشياء كثيره. الشركات تحجم مثل دعم هذا الانشطه، يمكن حتى في مصر عندكم، هل ولكن هتسمحوا ضمن المركات هل هتسمحوا بمنافسه في فكره تملك الانديه السعوديه؟ يعني اذا كان صندوق الاستثمار تملك إيه، الان اكمل لك. فصندوق اتفضل. الاستثمار يعني من خلال الرؤيه هو اللي الان بيتولى تطوير الانديه، ايوه تطوير الناس اللي يعملون داخل النادي. يعني هذا شيء مهم، انك انت ايش هو داخل النادي، ايش كيفيه الاداره، من الموجودين في النادي، كيف يتطور النادي. هذه الاستراتيجيه اذا بتتطور بهذا الشكل، يعني مع الحوكمه ومع المراقبه الدائمه المستمره، فاحنا يعني على الخطوات المرسومه الصحيحه. احنا كان ينقصنا هذا الشيء في كل الانديه. انا لعبت في نادي الاتحاد ولعبت يعني في نادي ضمك من السابق، ومتابع للدوري السعودي، اعرف ان الانديه تعمل على الموسم فقط، استراتيجيتها على الموسم، ولكن ما عندها اهداف بعيده المدى، انه يكون في فريق عمل
استقطب السنه القادمه طب اسماء هل خلاص. هيسمح، هل هيسمح عشان حتى يكون في على مستوى المنافسه تكافؤ فرص؟ وانا عارف انه عندكم قانون اسمه الكفاءه الماليه تقريبا، حجم ايرادات النادي في مواجهه حجم ميزانيته يعني انفاق او انفاقه او الى اخره، لكن عشان يكون في تكافؤ فرص، لانه هذه الانديه ستلقى دعم مادي بالتاكيد كبير، وده بنشوفه بيترجم في الارقام اللي بتدفع في الصفقات دي واللي لسه هتتوالى. كيف سيتم دعم باقي الانديه السعوديه؟ وهل هتسمحوا بدخول راس المال الخاص او الشركات الاستثمار في انها تستثمر في الدوري السعودي وفي الانديه السعوديه ولا لا؟ والله سمو وزير الرياضه الامير عبد العزيز من تركي طبعا امس في المؤتمر الصحفي قال انه في 4 انديه بتروح لصندوق الاستثمارات العامه وذكرناها، ايوه وايضا في 4 انديه بتروح للجهات يعني تتملك الانديه هذه بالكامل. ايوه يعني عندك نادي العلا تاخذ شركه العلا التطويريه، وايضا نادي القادسيه. يعني كل هذه الانديه يعني اختيرت بعنايه تمام من اجل انه يكون فيه مرحله ثانيه لدعم انديه هي في الوسط، تحتاج انها هي تكون لها دعم خاص واستراتيجيه اخرى مرتبطه بهذا المسار اللي احنا ذكرناه، الخصخصه وايضا بناء الانديه من الداخل وايضا الاعتناء فيها بالموارد الماليه. طيب خليني اختم معاك يا كابتن سويد بالصفقات المنتظر ابرامها، يعني كتير من الاسماء سمعناها الفتره الاخيره، ويلفريد زاها، سيرجيو راموس، دي ماريا، يعني بوسكيتس وغيرهم من الاسماء، يعني دخيا جه اسمه، ليفاندوفسكي جه اسمه، حتى لوكا مودريتش نجم الريال جه اسمه فتره من الفترات. اي من هذه الاسماء قريب من الانتقال لاحد انديه الدوري السعودي؟ وليو والله ميسي في شوف، مقدمة القائمة طبعا عشان ما طيب انا يعني اسلمك على ليو ميسي لانه اتفضل. طبعا علامه فارقه في الكره طبعا السعوديه وفي طبعا الكره العالميه، وايضا الكره السعوديه تحتاجه في هذه الفتره على اساس يكمل المنظومه اللي بدا فيها نادي النصر وايضا ايوه الاتحاد. ايوه والهلال يعني بحث عن هذا النجم يعني بالتحديد، ايوه وما زالت المفاوضات قائمه لحد الان. يعني احنا نسمع انه في مثلث الان بين نادي امريكي وبين نادي السابق انتر برشلونه ميامي. وكذلك بين نادي الهلال. ايوه فالهلال حقيقه يعني يمكن له اهداف انه ما اعلن عن صفقه او تم بعض الامور اللي يتناقش فيها، لكن انا متيقن يعني انه ممكن يجي السعوديه، وممكن حتى يعني لانه حتى عنده عقد مع وزاره السياحه مسبق انه ممثل للسياحه في المملكه العربيه السعوديه. كل هذه الفرص يعني تدعونا ان نتفائل انه بيكون موجود عندنا ان شاء الله هنا في الدوري السعودي. صحيح ولكن يعني بعض الناس اللي يتابعون كل واحد يعني يبحث عن الاستباق او عن استباق الخبر او عن المصدر او حتى عن افساد يعني بعض الصفقات اللي تدخل فيها طيب الانديه في هذه المرحله. يعني السؤال ده من بره التحضير، من بره الحوار، لكنه الحقيقه سؤال بالنسبه لي علامه استفهام كبيره جدا. واحد من افضل مدربين شفتهم اشتغلوا في الوطن العربي وفي افريقيا يمكن في الفتره الاخيره، هيرفي رينار، بمجرد ما تم الاعلان عن نهايه علاقته بالمنتخب السعودي، يعني عارف الواحد عينيه لمعت، واحد دي نمره واحد، نمره اتنين، كانت علامه استفهام كبيره جدا، لانه كمان قدر يعمل يعني يكون صاحب بصمه مع المنتخب السعودي. ايه كان السبب؟ وهل قصة تولي منتخب فرنسا للسادات كانت هي الدافع وراء رحيله ولا كان في اسباب تانية؟ والله انت تكلمت على شخص انا فرحت فرح كبير لما تعاقد مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وكان حقيقة الفرحة مفاجأة لانه احضر لا مدرب من افضل المدربين اللي دربوا في افريقيا، صحيح، وايضا مع منتخبات عريقة مثل منتخب زامبيا منتخب وكوت جنوب ديفوار. افريقيا بالضبط يعني، وحصل ايضا مع مدرب منتخب المغرب، فعنده سي في جبار. احنا لما نتعاقد مع المنتخب السعودي كل النقاد حقيقه وكل المتابعين يعني البعض يعني حط عراقيل في طريق المدرب وحط اشياء، ولكن هو كان عنده استراتيجيه ماشي عليها انه يختار اجود اللاعبين اثناء الدوري وكان يلعب فيهم. وحتى لما جاء كاس العالم وكان التحضير على 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 اوجه ان المنتخب السعودي يعني كثير من النقاد وكثير يعني من المفسدين للفرح قالوا انه هذا منتخب الهلال أو هذا المنتخب كله يعني مصابين، أخذوا مصابين، ولكن هناك أعطانا درس كبير صحيح كيفية يعني
يعني الاستفادة من طاقات اللاعبين ايوه يعني في الملعب وأثناء المباراة. أنا شفت اللاعبين مباراة الأرجنتين والله يعني تفاجأت بقوة الأداء للمنافسة مع لاعبين أقوياء في الأرجنتين، وفازوا في المباراة ب2-1، وكان اسم المنتخب السعودي في كل مكان. حقيقي. لذلك هو مدرب بالفعل. المباراة الثانية ما ساعدتنا بحكم الإصابات وحكم طبعا بعض الظروف اللي لا صارت، سيبك من لكن بقيه المنتخب النتائج المشوار، لكن ليه ليه يعني البعض توقع بعد كاس العالم وبعد الاداء اللي ظهر بيه المنتخب السعودي انه هيرفي لينار هيستمر لسنوات مع يعني مع الكره السعوديه؟ والله انا ما ادري ايش في استراتيجيه قادمه، لكن انا كنت ارى انه هو اعطى اللي عنده في فتره بسيطه، وما كان يقدر يواجه الموج هذا من الانتقادات اللي وصلت للاتحاد السعودي لكره القدم، ولا حتى الاتحاد السعودي بيقدر يواصل انه يدافع عن كرت يعني يعتبرونه كرت يعني متعب شويه يعني. انا بتمنى لك كل التوفيق كابتن سويد، واتمنى طبعا الكره السعوديه والدوري السعودي مزيد من التالق. هو بالفعل دوري متالق ودوري من افضل الدوريات اللي الواحد بحقيقه بيتابعها في السنوات الاخيره، وخصوصا الموسم الاخير الحقيقه ازداد حلاوه، ونتمنى ان شاء الله مزيد من التوفيق للرياضه السعوديه بشكل عام والكره السعوديه بشكل خاص. كابتن محمد سويد طبعا نجم اتحاد جده ونجم المنتخب السعودي، بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى مشاركتك معانا في السادسه. وقبل ما نفتح ملفاتنا ونتكلم على الأهلي والرجاء السيتي والإنتر، خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم.